السلام عليكم خوتنا المغاربة داخل الوطن وخارج الوطن، كنتمنى كلكم بخير وعلى خير وبصحة جيدة وجميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اليوم جينا لكم في واحد فلوق جديد، أنا ولالة سارة ولالة ليليا، أما بخصوص بنتي آلاء راها بقات مع الوالدة. تحية لآلاء الوالدة ديالي. اليوم أخوتي عرفت على لالة سارة، خرجها لواحد الريستو زوين. سارة من الناس اللي كتحب الكريشات مرة والماكل وتعمل الكريشة ديالها. دابا لا ماشي هكاك، دابا بعدا السلام عليكم حبايبنا، شخباركم لاباس عليكم؟ نتمنىكم دائما تكونوا بخير وعلى خير. حاجه واحده اللي بغيت نقول لكم، خرجت عليا فايز وسفيان تيمشيو لشي ريستورات يكونوا زوينين، وتنبقى نشوف فينا بلاصه خصني ضروري نمشي نشوف داك البلايصات وتعيش. والله يهديك سفيان وفايز، الله يهديكم عليا، قتلتوني بصحتي. اسي دابا حنا جايين في الطريق وتنقول لهم فين جات وقولوا لي، حبسه تقول لي سيروا سيروا يكملوا يكملوا. ما علينا اخوتي، انا عجبني هذا الريستورون هذا وعجبني داكشي اللي كيحط، داكشي علاش حتى الانتباه ديالي وجابني الصحه ديالي. شنو هما اخوتي؟ راك ما عرفت انا ملي كنبغي ندير شي مطعم كنقول لها غنمشي لشي بلاصه، كتقول لي زعما البلاصه زعما اللي غتكون موانشير بالنسبه لي. هي لا الصراحه الواحد الا بغى يخرج شي خريجه يخرجها بعقلها، ماشي شي خريجات من هذا مره في خطره مره في الشهر. الشهر اسي حمزه شوف مره في الشهر الواحد يبرع مرته. راه شوف راه ماشي كتبرع مرتك، كتبرع راسك، لان مرتك هي راسك وليداتك هو راسك. بالفرحات علينا، ولكن صراحه نبارطاجيو مع المشاهدين واحد المساله وما يجاوبونا في لي كومونتير. خوتي احنا مازال ما دينيش دويرتنا ياك؟ كنقول لي انا كنجتهد نموتو بالجوع، ماشي نموتو بالجوع، كناكلو رزقنا الحمد لله، ولكن كنقول لها هذيك 300 ولا 400 ولا 500 درهم كتحط في ريستورون على 500 راه فلوس الانسان انفيستي فيها ويجمع. لا لا مره في خطره مره في شهر الواحد ما تعرف غدا نموت ونصدق انا ما ديتينيش شي بلاصه غدنو بيبقاو عليك. على اين اخوتي بهذه المناسبه ديال الهضره اللي كنا ناقشناها وقلناها غنفاجئ ساره واحد المفاجاه خطيره، ولكن ماشي دابا خويا، حنا دابا غادي نتعشاو. واش بصح كدوي؟ كندوي بصح، غادي نتعشاو ان شاء الله الرحمن الرحيم، وغتبقاو معنا في الاجواء ديال الماكله وتشوفوا في ساره كيفاش كتفتارس الماكله، ومنين غنساليو الماكله ديالنا نرجعو نكملو بقيه الفيديو وغنقول لكم المفاجاه اللي هي تفرح ساره ان شاء الله الرحمن الرحيم. بقاو معنا ما تمشيو فين. ليتس ليلياتي ناكلو مني مني. فين يا الاء؟ الاء ميمه. هذه ميمه وألاء زوينة ولا خايبة؟ زوينة. وباباك؟ زوينة. سارة؟ زوينة. كنا زوينين. يلا دير لي بيزو. خليك لي الحبيبة ديالي. أقسم بالله ما شفتش ألاء، ما شفتهاش من يومين. ده. ويلي ويلي من البارح والله، حتى من البارح. عرفتي شنو؟ سبحان الله شي حاجة، ولكن الله يهديك أصاحبي، كيفاش يجيو بنتي قلتي لي قلتي خلينا. ولا وخلينا نقصو قصلة مقليسة بعقلها. ايوا باش الفرزيات. تبارك الله ما شاء الله، لا ماشي بنت الفرزيات. مرة آلاء ومرة ليليا، باش إلا تلاقاو تبارك الله تيديروا هذاك الشيء خليه ليه في الدار. إيوا تحية للميمة ديالي الله يعطيها الصحة مسكينة. يا ربي آمين. نقولوا وحمزة خلاوه بلاصتهم بابا وماما الصراحة. والله العظيم إلا شوف أنا كنضرب معاهم يوميا. وبابا كي قالوها لي والله إلا قالوها لي. وبابا كان كيريح شي قهوة كيقول لي كنتخيل في مريح حياتي كنقول لي شوف العام الماجي إن شاء الله نكونوا أونسومبل. إن شاء الله يا ربي يا ربي الله يجيبهم لنا على خير. أمين. والله العظيم إلا توحشتهم بزاف بزاف. راك عرفتي أنت دابا والديك راهم والديا، حنا ما كنتفارقوش. وهذه حاجة طبيعية. مرة عندنا مرة عندهم. كاينة. الحمد لله. والله يجيبهم على خير. يا ربي يا ربي يا ربي. بسم الله بسم الله. هوبا. شنو هادي زعلوك؟ هو زوين. انا الصراحه زعلوك هو اللي ما تنبغيش نغامر فيه في المطاعم، ما عرفتش علاش تنبغي نصوبو بيدي. انت قلت بسم الله قلت له دير الحاجه. لا ماشي قضية هكا. لا فهمت تقونه ولا لا بصح دابا هذاك متقون معلوم. غندوق والله تندوق حيت غندوق. لالا ساره كي جيتك؟ صراحه مكون لي فني طرب. هانتوما اخوتي هانتوما هانتوما اخوتي. شنو هذا الحد البيض؟ هذاك الشيء قال لي ديال سبيسي داروا لي على قبل هذاك الشيء، هذا الشيء الخطير. بسم الله ما شاء الله. هذاك كل شيء مرة كتوحم من عنود ديال الذنوب ديالي. لالا سارة؟ صراحة هادشي كيشريو فيا الموت وصافي حمزة غادي تحبس باش من الفطور كما كليتي القيمة سارة؟ والله إلا من الفطور. كنتسنى شوف انا ساره طايري كنبغي ناكل شي حاجه بالشهيه
كلش واكله وناكل. هاد البنيته مسكينه اش كدير؟ اش كدير؟ هي بالفرشة هي. دابا حتى هي كل حاجه بالفرشة هي. ياك ويتي ويتي. يلا بصحتكم. يلا اخوتي حنا رجعوا لكم في تتمه الفيديو وهذيك المفاجأة اللي غنقولها لسارة. هذيك اللي ضراني دابا هو السيرفيس. يلا قولي ملي تسقاو. يلا سلام. لالا سارة. صحتك. حلال طيب. بس ودا باش 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 سربي 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 ضغطي ضغطي دب العياقه هي الاولى عاوش ندوز البلدي مرحبا بسم الله فيك شو عليا لا 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 مسكينه لا صحتك يا حمزه كنا كل شهيه شي كل شيء زوين سبحان لا لا والله العظيم يا خوتي الى سطيت على هاد الماكله شوف شنو هذا دوق هذاك وقول لينا انت داكشي داكشي والله الا فن كنا كل قماش كنا فرا كنا طيب الحلاوه هو والله ما تقطع سناي معني باش يوم عندي لالا سارة بصحة وراحة ديت الماكلة صراحة الماكلة خطيرة ودابا كنتسنى المفاجأة عرفتي الماكلة كي كليتها تفتحت لي الشهية بهاد المفاجأة بغيت نعرف خوتي بصراحة نتوما حبايب ديالنا وكنبارطاجيو معكم أي صغيرة وكبيرة الحمد لله الله ينصر سيدنا هاد الأمر اللي سمعناه مؤخرا ديال الدعم دي واحد 7 مليون اللي هي 70,000 درهم نسبة السكن ماي ستوندينغ لالا سارة مالو ماشي اقتصادي انا ناخذك ان شاء الله ابارتمون ماي ستوندينغ ان شاء الله الرحمن الرحيم لقيتها فعلا بصح كتبها والله حتى بصح المهم اخوتي قديت امور ديالي وان شاء الله بهذاك الدعم اللي غناخذو اللي غي إلا غيزيد عاود شي شويه ان شاء الله توصل مع واحد المقاول وشي ديور عجبوني ان شاء الله ومازال خدامين فيهم سيدي رحال وان شاء الله الرحمن الرحيم دي سي لا فان داين ان شاء الله غنزل لك لالا سارة وغنشوف اذا داك لي موان ستوندينغ اييه لي سانسور كلشي ديالهم زوينين كبار ماشي ديال اقتصاد لا ماشي اقتصاد لالا سارة والله العظيم وهاد الفرحه هادي بغيت نقولها لك قلت نخرج شي خريجه هكا تاكلي شي حاجه على برا دابا نفهمكم اخوتي صراحه كنا ناخذوا دار الاقتصاد على حساب الفليسات اللي عندنا حيت راكم عارفين على قد الحال يلا جامعين واحد الصبيق وفاش مشينا بنك اسلامي ما عطاوش على حساب لاج حمزه الوريقات اللي عنده ديال الخدمه مني عطاوهم داكشي على حساب لاج كاع ما قالوا ليه خاصك تاخذ شي واحد الكميه كبيره تاخذ واحد الكميه صغيره بزاف هذاك الشيء علاش حنايا قلنا صافي ناخذوا دويره ديال الاقتصاد على حساب لاج ديالو مي دابا علاش تصدمت انا الصراحه والله ما كانت على البال بان غادي ناخذوا هذا حاجه وحده تصدمت فيها حيت ما يمكنش البنك يعطيوك والحمد لله ربك ربك يضبط البنك ما يمكنش يعطيوك ومع احنا ماشي غناخذوا كلشي احنا غناخذوا واحد المبلغ باش نكملوا ان شاء الله ولكن المفاجاه الزوينه هو ان الحمد لله بهذا الدعم اللي دارنا سيدنا الحمد لله هو اللي فتح لي واحد الباب شو سبحان الله العظيم قسما بالله خوتي فوقاش وحنا باغيين ناخذوا الدار وراك انتوا عارفين وربي سبحانه وتعالى بقى يعكس 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 حتى جا هاد الدعم ديال سيدنا سبحان الله العظيم حنا في الاول كان طموح ديالنا ناخذ واحد السكن اقتصادي صراحه هادشي اللي انا عارفه والله القسم عارفه هادشي ناخذ واحد الدويره ديال الاقتصاد حيت الصراحه على حساب لاج ديالو البنك داكشي اللي قالتنا بنك اسلامي قالتنا راه ما يمكنش باش تاخذوا دار من غير ديال الاقتصاد دابا والله العظيم الا تصدمت صراحه فرحت بواحد الدرجه حنا في الاول قبل كان اوبجيكتيف ديالنا هو سكن اقتصادي ولكن بعد ما طمعنا فاش مشيت نشوف الديور تلقى اثمنه شويه زايدين وهذاك الشيء اللي عندي بارابور جات عطيني البنك الاسلامي ما يقدش باش هذاك الشيء اللي بغيت انا وتشهيت وتمنيته كنلقاك شويه بعيد مي الحمد لله سيدنا الحمد لله دار لنا هذه المبادره الطيبه سبحان الله العظيم وغتزاد لنا واحد 70,000 درهم في البيوت جي
بارابور واحد الحوايج اخرين زادوا كاضافه ان شاء الله. اذا انا درستها من جميع الجوانب ولقيت راسي الحمد لله راه غادي نقدر نستطاع ناخذ واحد السكن بداك الشيء اللي بغيت انا في واحد المكان اللي مزيان واقل ثمن بارابور بلايص اخرين. هو الحباب ديالنا الصراحه والله العظيم الا فرحت كما فرحتي. لا والله العظيم الا فرحت واحد الفرحه اللي صدماتني ماشي فرحه عاديه حيت مع انا نيتي كلها دار اقتصاد ومني فرحني زاد فرحني عاود استدار حال شي حاجه تكون زوينه الصراحه وبغيت في اقرب وقت ان شاء الله حيت عندنا واحد المناسبه خاصني ان شاء الله بجد الله وصوبو الدويره ديالنا. حنا درنا الاسباب وفرحنا وتكلمنا ولكن ربي اللي كيدبر هادشي اللي كاين. انا خديت جميع الاجراءات ديالي وضبط الامور ديالي والسيد هو المرتواي عندي وقال لي فوالا ادخل الامور قضي الغرض هما السكن راه كاين لي بروجي ونتمنوا خير يا ربي يا مولاي كريم وتيسر لنا يا رب وتيسر لاي واحد باغي دويره باش يسر وليداتو. وبالقضيه ديال المناسبه اللي نقولها لكم اللي ان شاء الله ما غاديش نقولها دابا حتى نصاوب دويرتي ونقادوها انا وحمزه ونصوبها وغادي تكون فيها واحد المناسبه يا ربي يا مولانا كريم تقدرنا عليها انا وحمزه ويكون الا الخير ولا اللي خطكم علينا وما نكثروش عليكم اخوتي. وهالانستغرام ديالي وتنشكركم بزاف وبالمناسبه عاود باش نقول لكم على تر الدعم اللي دار سيدنا الله ينصرو على حساب الدويره ديال 30 مليون لتحت يعطي 10 مليون 30 مليون الفوق تعطي 7. ولهذا حنا شنو غناخذو ناخذ ان شاء الله موين ستوبين شحال يعني 7 مليون اذا شي حاجه اكثر من 30 مليون معلوم طلعتم زوية احباب ديالي الله يخليكم خطاكم وما نكثرش عليكم ويا ربي فرح كاع 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 الناس اللي قلبها زوينه والناس اللي اي حاجه كتمنوا يا ربي تفرحها بكم يا ربي ودعواتكم اخوتي وكنتمنى لكم الخير جميعا والحمد لله وشكرا لله والسلام عليكم.